حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت اللجنة المالية النيابية عدم جدية حكومة السوداني بإقرار قانون سلم الرواتب الجديد. وقال عضو اللجنة محمد نوري إن هناك صعوبة في إقرار القانون بسبب العجز المالي، لافتا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لمعالجة بعض الرواتب المتدنية، إلا أن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد ما زال مؤجلا حتى الآن بسبب عدم وجود وفرة مالية كافية على حد تعبيره. على الرغم من إصدار قرار حكومي يقضي بتقليل رسوم الاستيراد بنسبة 50% على اللحوم الحمراء، إلا أن القرار لم يؤثر على أسعار اللحوم الحمراء في السليمانية. يقول بعض بائعي المواشي بعد 3 أيام من دخول القرار حيز التنفيذ، يقولون إن الأسعار ارتفعت، فيما يتوقع الجزارون أن يكون للقرار تأثير بعد أكثر من 10 أيام. هذا وأكد الباعة أن سوقهم توقفت بنسبة 90% بسبب الأسعار المرتفعة جدا، مؤكدين أن القرارات الحكومية لم يكن لها أي تغييرات في سوق الماشية. جاء العراق ضمن الدول العالمية الأكثر استيرادا للأرز، وجاء من ضمن أكبر الدول العربية إنتاجا لهذه المادة الغذائية لعام 2023-2024، وذلك وفق ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO. هذا وذكرت المنظمة أن الصين والهند وبنغلاديش صنفت كأكبر الدول المنتجة للأرز لعام 2023-2024، فيما جاءت الهند وتايلاند وفيتنام كأكبر الدول المصدرة، وجاء العراق في المرتبة 6 عالميا بأكثر الدول استيرادا للأرز بأكثر من مليار دولار. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 115 مليون برميل خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر كانون الثاني بلغت 6,722,000 برميل، منخفضة ب 200,000 برميل عما سجلته في شهر كانون الأول من العام الماضي، والذي بلغت فيه 6,922,000 برميل. أكد مؤشر النفقات الاستهلاكية الشخصية BCI ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في شباط الماضي، مدفوعا بازدياد أسعار الطاقة، في وقت تشكل القدرة الشرائية محورا أساسيا في السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية. وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت أسعار الاستهلاك إلى 2.5% خلال سنة في شباط في مقابل 2.4% في كانون الثاني، تماشيا مع توقعات الأسواق، لكنها تباطأت بواقع 0.3% خلال الشهر في مقابل 0.4% الشهر الماضي. والآن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.